أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع. عندما قررت الدول الأوروبية تأسيس الاتحاد الأوروبي في خمسينيات القرن الماضي، كان هدفها تجميع الأمم الأوروبية على اختلاف لغاتها وثقافاتها وقومياتها ودياناتها وسياساتها ضمن بوتقة اقتصادية واحدة وتسهيل حياة الأوروبيين. لكن هناك من لم تناسبه هذه السياسة فقرر الانفصال عن الاتحاد، وهذا ما فعله البريطانيون أخيرا من خلال استفتاء شعبي أجري عام 2016 بعد عضوية دامت لأكثر من 40 عاما. تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواجه اختبارا صعبا في البرلمان إن الأمر يتعلق باحترام إرادة الشعب، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم. حالة قلق وترقب إذن في بريطانيا، فيما حالة فوضى وغضب تسيطر على الفرنسيين هذه الأيام، فقد بدت المدن والشوارع الفرنسية أشبه بساحة حرب بين قوات الشرطة ومتظاهرين اتخذوا من السترات الصفراء زيا موحدا لهم ونزلوا إلى الشارع بعشرات الآلاف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. صدامات عنيفة واشتباكات دامية نتج عنها مئات الإصابات. واضح أن ارتفاع أسعار الديزل لم يكن سوى القشة التي قسمت ظهر البعير، فالمحتجون يعترضون على السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي ويتهمونه بإهمال الفقراء. فيرد ماكرون الرئيس الفرنسي بأنه يتفهم الوضع لكنه لن يتنازل. عدوى الاحتجاجات انتقلت إلى بلجيكا المجاورة، فوقعت أعمال شغب واشتباكات بين المواطنين ورجال الشرطة. بكل الأحوال، ما يحصل سواء في بريطانيا أو في فرنسا وبلجيكا يطرح أسئلة حول مصير الاتحاد الأوروبي، ولماذا وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، ولماذا حذر البعض من إمكانية تفكك الاتحاد الأوروبي. أوروبا مصير الاتحاد هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة، نستضيف فيها هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور أيمن عمر. أهلا بك معنا في الاستوديو دكتور أيمن. معنا من فيينا عبر الإنترنت دكتور حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية. من لندن السيد زيد العيسى الكاتب السياسي. ومن باريس معنا أيضا الكاتب السياسي السيد عارف مشاكرة. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. اسمحوا لي أن أبدأ من هنا في الاستوديو معك دكتور أيمن. ماذا يعني أولا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن سيكون المتأثر سلبا، بريطانيا أم الاتحاد الأوروبي؟ طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، في البداية أعتقد أننا نحن أمام تحولات جذرية مهمة في المنظومة الغربية بأكملها. أوروبا اليوم مأزومة، وهي تعيش في صراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، ونحن أمام تشكل تكتلات عالمية وتكتلات إقليمية جديدة. نحن الآن أمام صعود هائل وقوي جدا لمنظومة البريكس بقيادة روسيا والصين والهند. أيضا على المستوى الإقليمي نحن كمان بصعود هائل ومهم جدا لمحور هذا المحور البريكس من الناحية السياسية، وإيران تشكل جزء من هذا المحور الجديد. طبعا ما نظر به هانتينغتون وفوكو صدام الحضارات وفرانسيس فوكوياما، أظن أن هذه النظريات قد انتهت الآن. الحضارة الغربية تحمل في طياتها هذه التناقضات. فرانسيس فوكوياما عندما اعتبر أننا وصلنا إلى أرقى ما وصلت إليه التاريخ البشري لناحية أن الديمقراطية هي أرقى أنواعها، عاد هو نفسه في العام 2014 كتاب الأفول السياسي أو الانحلال السياسي، جملة واضحة ومهمة جدا لفوكوياما. فوكوياما يقول الواقع الغربي بدأ بالانهيار، وحتى أن المؤسسات الغربية هي تنهار. طبعا هذه الكلمة لها دلالات كبيرة جدا جدا. ما في مبالغة عندما نقول انهيار؟ يعني مثلا نتحدث اليوم عن الاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا هل سيتبعه خروج دولة أخرى مثلا، وهو ما قد يكون بداية لتفكك ما بالاتحاد الأوروبي؟ نعم، يعني نحن بظن استبقنا خطوات الحلقة. أكيد التفكك هو ليس عملية ميكانيكية آنية سهلة، إنما هي ستأخذ بعدها الطويل نتيجة عوامل عديدة. ولكن في العودة إلى السؤال الأول، من
من الخاسر أو ما هي العقوبات؟ أولا الجميع في خسارة من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية بريطانيا رفعت شعار استعادة السيطرة ضمن العقلية والذهنية الإنجليزية أنهم هم أساس الحضارة وعمق الحضارة الغربية، الأراضي التي لا تغيب عنها الشمس. إذن وجودها ضمن الاتحاد الأوروبي خسرها أو أفقدها العديد من المزايا، فهي لا تستطيع أن تقوم بالتشريعات لها علاقة بالتجارة الخارجية، أو المجلس النيابي البريطاني ليس مسؤولا وحر إذا تناقضت تشريعاته مع التشريعات المجلس الأوروبي. إذا من هذا المنطلق انطلقت تيريزا ماي وقبلها رئيس الوزراء الأسبق والذي قدم استقالته كاميرون، ديفيد كاميرون، من هذه الروحية وهذه العقلية. لذلك ربما قالت هنا فقط استكمالا لما تفضل به، قالت أنه بريطانيا سيكون لديها نظام قضائي مستقل وستكون رابحة في النهاية بالخروج من الاتحاد الأوروبي. نعم، هي لا تقيس الأمور بالمقياس الاقتصادي الذي سنقوم باستعراضه بعد قليل، ولكن هي تقوم من الناحية السياسية. هذه الاستقلالية التي تعيد لبريطانيا مجدها التاريخي، هذه الإمبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، وحتى الولايات المتحدة لم يكن لها وجود. صحيح. أساس الحضارة الغربية هي بريطانيا. من هذه العقلية وهذه النفسية وهذه الروحية انطلقت عمليات الاستفتاء لفصل وتفكك الاتحاد الأوروبي عن هذه. بس اللي يعني كان من البداية وكأنه كان من البداية خطأ دخول بريطانيا. نعم، هو خطأ تاريخي، ولكن المرحلة التاريخية السابقة تحت عنوان الأحادية القطبية والاستفراد الأمريكي في القرارات العالمية، بريطانيا لم تكن تستطيع أن تخرج خارج هذا السرب. نعم. ضمن هذه الاستراتيجية وهذه المنظومة العالمية. أظن أننا الآن أمام تشكل، أمام بداية تشكل نظام عالمي، ليس نظاما عالميا بالمعنى هذا الكبير، ولكن مندرجات النظام العالمي، قواعد وآليات النظام العالمي ستتغير جذريا على المدى الطويل. نعم. وليس الآن على المدى القصير. من ضمن أهم الأسباب وهيك بشكل سريع نستعرضها لطرح البريكزيت وهي بريتش اكزيت، اي الخروج من الاتحاد الاوروبي، الهجره من 163 ألف مهاجر يكلفون خزينه الدوله 4 مليار جنيه استرليني سنويا، الخوف من الإسلاموفوبيا، وهو كذلك الخوف من دخول تركيا إلى هذا الاتحاد وما يترتب عليه من أسلمة أوروبا، أو هم يعتقدون أن هذا مبالغ فيه. نعم، هذا المسلمون كلهم بالاتحاد الأوروبي ما بتعدد 3%. يعني صحيح. بالمناسبة الالتزامات المالية لبريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه أسبوعيا. طبعا تيريزا ماي هي تقول أننا نستطيع أن نوفر هذه النفقات ضمن مشاريع الخدماتية والاجتماعية والصحية، إذن كذلك لها بعد اقتصادي أيضا. وأهم الأمر هو النفوذ البريطاني، ثم النفوذ البريطاني، ثم النفوذ البريطاني. طيب اسمح لي هنا أن نتابع ما قالته تيريزا ماي، ويبدو أنه لديها قلق ما أو تخوف ما من أن لا يتم تمرير خروج بريطانيا داخل بريطانيا نفسها. يعني في أحزاب تعارض. صحيح. تعارض هذا الخروج، مجلس العموم تحديدا، وفي جلسة قبل أعياد الميلاد، ويقال أنه تيريزا ماي تواجه اختبار صعب. نتابع ما قالته لو سمحت تيريزا ماي ثم نعود. تغيير القيادة في هذه اللحظة لا يجعل المفاوضات أسهل ولا يغير حسابات البرلمان، لكنه سيرفع درجات عدم اليقين عند الناس بالنسبة لوظائفهم، وسيزيد خطر تأخير المفاوضات والخروج من الاتحاد. وهنا اسمح لي أن أنتقل إلى السيد زيد العيسى من لندن. لست أدري بنسبة كم تتفق مع ما تفضل به ضيفنا دكتور أيمن هنا سيد زيد، ولكن هل نلمس تخوف أو قلق لدى تيريزا ماي من عدم إمكانية أن تمرر هذا الاتفاق في مجلس العموم؟
في الحقيقة يجب أن نبتدئ بالقول أن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه تيريزا ماي وكان يرأسه ديفيد كاميرون كان دائما تاريخيا منشقا بالنسبة لأوروبا، فهناك خلاف حقيقي وجوهري بين اتجاهين وجناحين في الحزب. جناح يرى أنه يجب على بريطانيا أن تخرج، وذلك لتحافظ على حدودها وتحافظ على قوانينها وتحافظ على أموالها وتحافظ على اقتصادها. الجناح الآخر يرى أن بريطانيا يجب أن تظل في أوروبا لأنها الدينامو والمحرك وصاحبة التأثير والنفوذ في داخل أوروبا منذ انضمامها إلى في السبعينات عندما كانت هناك الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. في الحقيقة ديفيد كاميرون حتى يحفظ حزبه اقترح بأن يترك هذه المسألة للشعب في الاستفتاء الذي عقد في 2016. في الحقيقة جناح الحزب المحافظين جناح الخروج الحاد طرح مجموعة من الآراء التي أغرت الشعب، والآن كثير من الشعب يعتقد أنه خدع بأنه سوف يحصل مثل على ماذا؟ امتيازات. ما الإغراءات أو الامتيازات اللي طرحت وقتها؟ سريعا لو سمحت. الامتيازات التي طرحت أن هذه الأموال التي تذهب إلى الاتحاد الأوروبي الذين يعتبرونه بيروقراطية وغير منتخب سوف يستطيعون استخدامها في بناء المستشفيات وبناء المدارس واستخدام داخلي للخدمات تصرف على الخدمات، وهذه الأرقام كان مبالغ بها، حيث أن التقرير الذي خرج البارحة تقريرين مزدوجين، التقرير الأول من البنك المركزي البريطاني والتقرير الثاني من الخزانة البريطانية تقول أن أي نوع من الخروج على أي شكل من أشكال بما فيها ضمن اتفاق تيريزا ماي فهو سوف يؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني، ولكن الأسوأ والكارثة هو الخروج بدون اتفاق. فتيريزا ماي تريد أن تروج الاتفاق وهي في مأزق عنيف، لأن حزبها منقسم انقسام حاد بين جراح الخروج الحاد الذي يقوده بوريس جونسون الذي استقال وكان وزير خارجية وكان كذلك يرأسه ديفيد ديفيس المفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وبين جناح الخروج الناعم الذي يقوده فيليب هامن رئيس الخزانة. ولكن المشكلة الأكبر بالنهاية تيريزا ماي إنها منذ أعادت الانتخابات في رأيها لزيادة أغلبيتها فقدت الأغلبية، وهي تحكم حكومة أقلية تعتمد اعتماد مباشر على الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الذي هو مع بقاء بريطانيا موحدة، ويعتقد أن هذا الاتفاق الذي أبرمته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى شق صف الوحدة البريطانية وهو تهديد للوحدة البريطانية. والبعض قال أعذرني سيد زي البعض قال أنه ربما يؤدي إلى الإطاحة بتيريزا ماي، وهناك من ذهب أبعد من ذلك وقال أنه مجلس العموم وكأنه عقد عفوا المحافظين عقدوا ما يشبه الاتفاق مع تيريزا ماي للانسحاب من الحياة السياسية بعد البريكزيت، صحيح؟ في الحقيقة هي تواجه هذا المقزق لأنها لا تستطيع الاعتماد على الشقين من حزبها، ولا تستطيع أن اعتماد على الحزب الوحدوي الديمقراطي، وحزب العمال اللي هو حزب المعارض يريد الذهاب إذا فشل اتفاقها في المرور، وكل الاحتمالات ترجح أن هناك تعاونا في داخل مجلس العموم لافشالها. حزب العمال يريد الذهاب الى انتخابات عامه، ولكن يعرف هذه مساله صعبه لانه في ذلك سوف يسقط حكومه المحافظين، وهذه لا. ربما تجمع الجناحين مع بعض، ولكن ما يدفع اليه حزب العمال وبقيه احزاب المعارضه الذهاب الى استفتاء جديد، وهنا تبرز استراتيجيه ماي استراتيجيتها تعتمد على تخيير المجلس العموم بين خيارين ما يسميه حزب العمال جيريمي كوربن خيار مزيف، بين ان تتفقوا وتقبلوا باتفاق الذي تسميه اتفاق تيريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي او الخروج الحاد اي بدون اتفاق. وهنا يبرز دور حزب العمال الذي يقول هذا خيار مزيف، هناك خيار اخر الذهاب الى انتخابات عامه، او الخيار المخيف بالنسبه لتيريزا ماي هو الدفع وزياده الزخم من داخل حزبها وبقيه الاحزاب للذهاب الى استفتاء جديد، وهو ما ترفضه بكل الأحوال، ورفضت الحديث عن استفتاء جديد. نعم. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد دكتور حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية من فيينا. بالتأكيد تتابعون ما يجري في بريطانيا، ما يجري في فرنسا سنتحدث عنه بالتفصيل، وانتقل إلى بلجيكا المظاهرات. فيما يتعلق ببريطانيا، أي تداعيات دكتور حسام ترونها في المستقبل القريب أو البعيد على الاتحاد الأوروبي أو على بعض الدول يعني الأوروبية؟ هو في الواقع الاتحاد الأوروبي ربما تجاوز المنعطف الأشق بالنسبة له في ملف البريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد.
الخشية كانت بعد التصويت أن يتم هناك النوع من تدحرج الخيارات داخل أوروبا، أن تكون هناك موجات من التصويت داخل بلدان أوروبية أخرى للخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن الاتحاد الأوروبي عمليا تماسك ووقف في وجه الموجة، الموجة الديمقراطية المباشرة في الواقع، عمليا تم سد أبواب أي ذهاب لخيارات تصويت محلية، وتم في تقدير المراهن على تعقيد ملف خروج الاتحاد، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يرى الجميع الآن أنه ليس نزهة. يعني اليوم بريطانيا في أصعب أوضاعها السياسية الداخلية إنجاز التعبير، وهي في ورطة حقيقية، الحسابات معقدة، هناك مراهنات شاقة للغاية، والجميع في أوروبا يدرك بالتالي أن الذهاب إلى تصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي في أي دولة أخرى لن يكون نزهة. وفي تقديري أن هذه رسالة إيجابية بالنسبة لأوروبا بعد الخوف الذي جثم على صدور صانعي القرار الأوروبي الموحد، أنصار الوحدة الأوروبية، من أن بريطانيا هي الحجر الأول في الدومينو الذي سوف يتدحرج بعده جملة من الأحجار اللاحقة. لكن تم ضبط الموقف في تقديري. لسنا ندري، يعني هل نستطيع القول والجزم دكتور بأنه بالفعل تم ضبط الموقف وما في أي تداعيات أو يعني نظرية أحجار الدومينو لن تطبق؟ وفقط استكمالا لما تفضلت به وتفضل به دكتور أيمن، يعني بالنسبة للخسائر الكبيرة على بريطانيا، اسمح لي أن أمرر بعض المعلومات. هي دراسة في الواقع للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية البريطاني يقول بحلول عام 2030 سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو 46%. الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد سيقل بنحو 3% سنويا. الاستثمار الأجنبي المباشر سينخفض بنحو 21%. عائد الضرائب سيتراجع بين 1.5% و 2%. وهناك سيناريو آخر يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5%، أي ما يعادل 140 مليار جنيه استرليني. هي أرقام كبيرة بالفعل. تفضل دكتور، بالنسبة لنظرية أحجار الدومينو، حسمت المسألة أنه لن تكون لها تداعيات على باقي الدول الأوروبية؟ المقصود أن الذهاب كان متوقعا أن نجاح البريكسيت سيؤدي إلى خطوات مباشرة في دول عدة، هذا عمليا تعرقل إلى حد كبير. هناك انعكاسات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الأسوأ تم تفاديه، وكان واضحا في الشهور الماضية أن هناك مأزقا في لندن أكثر منه في بروكسل. لندن في مأزق حقيقي عمليا في ملف إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي. أوروبا كانت تدير المشهد وكأنها تجلس على التل عمليا، هي تدرك الخسائر لكنها خسائر محسوبة بالنسبة لقارة، ولكنها جسيمة ربما قد تكون وفق بعض السيناريوهات بالنسبة لبريطانيا، وهذا كان واضحا. حتى الدراسة التي بين أيديكم تشير إلى مؤشرات مقلقة للغاية بالنسبة لأي صانع قرار اقتصادي في بريطانيا، وترسم أكثر من سيناريو هذه الدراسة أيضا، بعضها مفزع للغاية. لكن في تقدير أوروبا ما يشغلها الآن من تهديدات أكثر من هذا. عندنا إشكالية الآن صعود أحزاب مناهضة للاتحاد الأوروبي باقية داخل الاتحاد لكنها تناكف، كمثال عندنا الحكومة الإيطالية الحالية بمنحها الشعبوي، عندنا أقصى اليمين السياسي يحكم في النمسا أيضا، النتائج انتخابية مقلقة، عندنا انتخابات أوروبية وشيكة في ربيع المقبل سوف تسفر على الأرجح عن حصة أوسع لأقصى اليمين. خلاصة القول في تقديري نحن إذا مشهد أوروبي جديد، وفي تقديري هذا المشهد عمليا ليس غريبا عن الإشكالية البنيوية في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد نشأ باعتبار أنه اتحاد بين كيانات سياسية وليس بين شعوب بالمعنى الحقيقي. هو نشأ بهدف اقتصادي بالدرجة الأولى دكتور، أليس كذلك؟ في البداية هناك اقتصاد، لكن طورت هوية أوروبية مفتعلة، هذه الهوية فهمت محليا لدى بعض الشعوب على أنها مناقضة للهوية الوطنية. وفي تقدير أن البريطانيين ذهبوا للاستفتاء تحت وقع العواطف، لم يتم مصارحتهم بحقيقة أن هذا الاستفتاء يعني ليس واقعيا. اليوم لا يوجد سياسي بريطاني يمكن أن يذكر فوائد جمة حقيقية ملموسة باليد للخروج سوى موضوع المزاعم الاستقلال واستعادة الهوية.
طيب أنتقل إلى سيد عارف مشاكرة من باريس، وأخذ منك جملة دكتور حسام لأطرحها على سيد عارف. هل نحن بالفعل سيد عارف أمام مشهد أوروبي جديد، وأنتم في باريس اليوم يعني في حالة جديدة بالفعل وفي مرحلة جديدة تشهدها باريس على مستوى الشارع والمواطنين الفرنسيين والمطالب وغيره، ومن هذا يعني من إجابتك سننتقل بالمحور الثاني بالتفاصيل إلى ما يجري في باريس. هل نحن بالفعل أمام مشهد أوروبي جديد؟ نعم. أولا نريد أن نعاقب لكي يفهم المشاهد، يعني الحقيقة يعني يجب أن نقول بصراحة أن إنجلترا يعني بريطانيا هي معروفة لكل الأوروبيين، لكن أنها تميل أكثر لأمريكا، وهذا أمر لأن اعتبروها يعني كل الأوروبيين 23 دولة أوروبية يعتبرون أنها أبدى لأمريكا، وكذلك كل البنوك وأكثر البنوك هم لهم تبعية إلى أمريكا أكثر، وخاصة نرجع إلى يعني التيار كذلك الأنجلو ساكسوني. هناك يعني علاقة غرامية بين أمريكا وإنجلترا، وخاصة يعني الطبقة السياسية، لهذا نرى ونفهم ما يجري. إذا الدول الأوروبية خاصة الأسبوع الماضي، فقط أذكر رقم آخر نسيته أستاذتي المحترمة وكل يعني ضيوفك الكرام، أنه تكلف بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي 65 مليون دولار كل أسبوع. هذه هي قيمة أو يعني خسارة إنجلترا من خروجها من يعني الاتحاد الأوروبي. نعرف أن المحركين للاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا. وكذلك أذكر من يعني الاجتماع الأخير دول يعني رؤساء يعني الاتحاد الأوروبي و يعني ترامب، أنها قالتها بصريح العبارة أنجيلا ميركل، أنه يعني أوروبا هي بين فكين، الفك الشرقي اللي هو الصين وروسيا وكذلك كما نسميهم دول بريكس، وكذلك أمريكا، أنهم وقالتها بصريح العبارة وكتبناها في الإعلام أنهم بين فكين، وهذه حالة خطيرة وسوف يقضون علينا جملة أولا الإعلام الأوروبي، وكذلك لكي نفهم ويفهم كذلك المشاهد أن الأمر بالنسبة لإنجلترا خاصة الطبقة السياسية ترفض الاستفتاء، لأنه بعد الدخول في أول استفتاء يعني المجتمع البريطاني لم يكن على علم وعلى وعي بكل الإحداثيات وكذلك بكل النقاط الحساسة وما هي السلبيات والإيجابيات، أخذوه على السرعة. لهذا يعني كانت موافقة يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن الآن كل المحللين موافقة بشق الأنفس يعني 52% الذين وافقوا يعني نصف المجتمع يعني رافض. إذا قاموا باستفتاء آخر سيكون رفض كامل للمجتمع يعني بأكثر من 59% من المجتمع يعني البريطاني، لكي لا يخرج، لأنهم يعرفوا أنهم لا يريدون لا تبع يعني التبعية لأمريكا فقط. ابقى معنا لو سمحت، ابقى معنا لو سمحت، سنتابع الحديث، ربما تضيف شيء بهذا الخصوص وفيما يتعلق بفرنسا وبلجيكا ومصير الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ابقوا معنا ضيوفنا الكرام ودكتور أيمن بالطبع. مشاهدينا فاصل قصير، تخللوا موجز الأنباء ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الندوة بعنوان أوروبا مصير الاتحاد. أذكر بضيوفنا الكرام، دكتور أيمن عمر هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، دكتور حسام شاكر من فيينا الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية، السيد زيد العيسى الكاتب السياسي من لندن، وسيد عارف مشاكر الكاتب السياسي من باريس. قبل الفاصل دكتور عمر يعني تقريبا حاولنا أن
أن ننهي ملف بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي. الآن سنتحدث بالتفصيل عن فرنسا وما يحدث بفرنسا بالمظاهرات واللي انتقلت إلى بلجيكا، وفي القسم الأخير هذا تذكير للمشاهدين يعني سنتحدث أكثر عن مصير الاتحاد الأوروبي إلى أين يذهب. ولكن قبل أن ندخل في الشق المتعلق بفرنسا، تريد أن تمرر بعض الأرقام السريعة عن بريطانيا؟ نعم. تفضل. صندوق النقد الدولي قدر الخسائر المحتملة لبريطانيا نتيجة خروجها بحوالي 224 مليار جنيه بحلول عام 2030. طبعا نقطة مهمة جدا أن نلفت الانتباه إليها، وهي لندن سيتي، وهي مقر المال والأعمال للاتحاد الأوروبي بأجمعه. 500 مليار جنيه استرليني مهدد نصفهم في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يذهبوا على بريطانيا. طبعا المحفظة الاستثمارية أن تخسرهم يعني نعم تخسرهم نعم المحفظة الاستثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، أيضا مقدر لها أن تنتقل إلى مكان، جزء منها أن ينتقل إلى مكان آخر، أن تذهب وتستثمر في السندات السيادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أو حتى لدى الصين، أو حتى لدى اليابان. أيضا في مؤسسة بحثية بألمانيا قدرت هذه بحوالي 80 مليار جنيه استرليني. يفترض أن بريطانيا حسبت كل هذه الحسابات، ولكن كما قلت بالبداية ربما المسألة سياسية. نعم، تنظر البعد السياسي، تنظر البعد القومي. نعم، البعد القومي لبريطانيا العظمى وليس البعد الاقتصادي. نعم، وهذا مهم. طيب بالنسبة لما يجري بفرنسا، من يتابع شانزليزيه وبعض المدن الفرنسية والشوارع الفرنسية منذ أكثر من أسبوعين لغاية الآن يقول أنه نحن في بلد من العالم الثالث بأحد البلدان العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، حرائق وخراطيم مياه وشرطة واشتباكات وفي وفاة حتى بفرنسا. كيف يمكن تفسير حركة السترات الجيليجون سميت بفرنسا، السترات الصفراء اللي ليس لها قيادة وليس لها رأس لغاية الآن، لا نقابيا ولا حزبيا ولا سياسيا؟ أولا من المبكر جدا الحديث عن ثورات. أوروبا حضارة ودولة مؤسساتية لها فلسفتها السياسية ورؤيتها الاقتصادية وثقافتها وقيمها التاريخية المشتركة. أظن من المبكر أيضا أن نشبه هذه الثورات بالثورات الملونة أو ثورات الربيع العربي كما تفضلت. وإن كان هناك تشابه في لانطلاقتها، وهي أنها مطالب هي وسائل التواصل الاجتماعي كانت صحيح. الوسيلة والعنوان كان هو مطلبي. في المضمون وفي الخلفية تختلف. في المضمون ثورات الربيع العربي أو في الخلفية في البداية لها أجندة خارجية، وفي المضمون كان الهدف هو تفتيت وتقسيم البلاد العربية والمنطقة العربية من أجل تمرير مشاريع كبيرة شرق أوسطية يأتي على رأسها صفقة القرن. الثورات هذه هي مطلبية بامتياز كما ذكرت حضرتك. لا نستطيع أن نسميها بالثورة. هي يعني ما يجري اليوم بفرنسا هو حراك. نعم. قلت ثورة كما يشاع. ولكن هو عبارة عن حراك. حراك مطلبي، حراك اجتماعي. وما بعرف المفارقة أنه لون الأصفر، وكأنه اللون الأصفر أصبح عنوان لحركات التحرر والمقاومة. إذن هي انطلقت عفوية. هي ليست مؤطرة ومنظمة. هي تدخل من ضمن الحركات الشعبوية. ولكن في أعداد، نحن نتحدث بمئات الألاف، وغدا يعني ربما يكون في ملايين بالشوارع، وموعودون أن يكون في ملايين بالشوارع من دون أحزاب ومن دون نقابات. نعم، هو معروف عن الشارع الفرنسي أنه الشارع يندمج ويتأقلم مباشرة وقبل أعياد الميلاد أيضا مع الثورات، توقيت حساس جدا. نعم، إذا كان المقصود هل يا ترى هو له البعد الخارجي في السؤال، أكيد في جانب معين هذه الثورات هي لها البعد الخارجي ولها أسباب داخلية. في البعد الخارجي مثلا هو طبعا عبارة عن تطويع للسياسة الفرنسية لماكرون. ماكرون طرح قضية خطيرة جدا جدا، وهي تمس في صميم الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية، وهي مسألة إنشاء الجيش الأوروبي الموحد.
هذه مسألة خطيرة جدا. ماكرون تميز عن السياسة الأمريكية بالعديد من الملفات وخاصة الملفات الشرق الأوسطية. فينا في البداية نتوقف عند أبعادها وتداعياتها الداخلية وخلفياتها وأسبابها لو سمحت. وهنا اسمح لي أن أنتقل إلى باريس مع سيد عارف مشاكر الكاتب السياسي. سيد عارف، حضرتك بباريس، أنت أقرب على نقل المشهد إلينا، وربما يعني يخفى عنا ما تراه حضرتك الآن. هل ما يجري بفرنسا مطلب بحث؟ يعني بدأ بالاعتراض على ارتفاع أسعار الديزل، وإذ بنا أمام اعتراض كبير على سياسة ماكرون، يعني وكأنها النقطة التي أفاضت الكأس، مسألة أسعار الديزل ليس أكثر. لماذا هذا الغضب الشعبي بفرنسا على سياسة ماكرون برأيك؟ وهل كان على يعني قدر الآمال بخطابه الأخير؟ أولا، هي منذ ساعات فقط لأذكر أنه كانت خيبة كبيرة، لأنه طلب الرئيس الفرنسي باستقبال اثنين من الممثلين يعني السترات الصفراء، واحد منهم رفض الدخول لأنه كان هناك يعني تعتيم، ولم تريد يعني رئاسة الحكومة الفرنسية تغطية إعلامية. انصرف واحد منهم، وكذلك هناك غضب كبير من الانتظار يعني تصريح ماكرون الذي كان محتمل جدا، يعني انه يعني اصحاب السترات الصفراء يقولون انه فاك. يعني هذه قبل ساعات كانت خيبه اخرى ثانيه لجماعه السترات الصفراء. ثانيا، نريد ان نسلط الضوء على يعني البنيه للمجتمعات الاوروبيه وخاصه المجتمع الفرنسي. المجتمع الفرنسي يختلف عن مجتمعاتنا العربيه، أنه لا تؤثر فيه عاطفيا ولا إيديولوجيا ولا شيء. هو حقوقه الاجتماعية يعني مستعد أن يضحي بكل ما يملك من أجل حقوقه الاجتماعية. هذه هي يعني لكي نفهم ونتفهم كيف يعني يفكر المجتمع، خاصة الفرنسي معروف بها أنه يعني لا تؤثر فيه إيديولوجيات أو كذلك عاطفة. هو يتابع أي يعني مصلحته ويتبع يعني الخط الذي يأتيه. ليش وصلت الأمور إلى هنا؟ يعني هل فشل ماكرون بتحقيق ما وعد به على الأقل عندما انتخب أو قبل أن ينتخب؟ نعم، ماكرون هو موجود في ورطة، نعرف أنه في ورطة الآن، لأنه يعني مشروعه الإيكولوجي الذي يعني تكلم عليه وكذلك ما وعد به عالميا في مشروعه الأخير هو من جعله في ورطة، لأنه لا يستطيع أن يرجع للوراء أو يتقدم. هو في يعني في حالة يعني ورطة كبيرة، وهذه نحن نقدر الظروف يعني كلما قرره وكلما يعني ما يعني النقاط أو الأهداف التي حددها يتراجع سوف يخسر مشروعه الكبير على الساحة الدولية. وكذلك إذا تراجع داخليا يعني هو يعني في يعني موقف يعني محرج جدا. لكن نرى، وأرجع كذلك لأقول أن أصحاب يعني السترات الصفراء هي حركة عفوية، لا يريدون أي غطاء سياسي ولا يريدون أيا كان أن يقفز على هذه يعني الحراك الاجتماعي الذي مطالبه ليس فقط الوقود، بل كذلك هي رسوم على المعاشات وكذلك غلاء المعيشة، ويعني أمور يعني أصبح أنه الفرنسي يقول أن مرتبه لا يكفيه لقضاء 20 يوما من الشهر. هل يمكن أن تستغل يعني الأمر؟ هل يمكن أن تستغل هذه الحركة؟ يعني صار في كلام عن استغلال يمين المتطرف بزعامة مارين لوبان هي يحاول بعض الأطراف أن يستغلوا. وكذلك استعملت هناك خبث يعني قليل من السلطة الفرنسية في الأسبوع الماضي، تركوا الأشخاص يعني معروفين، وحتى الإعلام تكلمنا عنهم أن أشخاص معروفين بالتكسير، وكذلك حركات يعني صغيرة لتخترق هذا الحراك لكي يعطوا صورة للمجتمع، ولكن لم تأتي بفائدة، بل بالعكس رجعت سلبا على يعني السلطة والمؤسسات الأمنية الفرنسية، وأصبح الكل يعاتبهم أنهم تركوا هذه الأمور لكي سياسة التعفن. لكن يعني حسب معرفتنا
للمجتمع الفرنسي، خاصة لما يعني كما نقول بالعربية لما نمس جيبه لا يعترف بأي شيء ولا يتراجع حتى تكون هناك أمور طيب ملموسة وقرارات كذلك حقيقية. وفي المقابل الرئيس ماكرون قال أنه لن يتنازل لمن يريد تخريب البلد، يعني خلنا نفسنا أمام شي زعيم عربي، يعني إما أنا أو الفوضى. بس اسمح لي أن نتابع ما قاله على تويتر. نعم تفضل. نعم حتى في تغريدته على تويتر الأخيرة كانت لا معنى لها التغريدة، لأنه شكر الأمنيين وشكر الإعلاميين، لكن يعني تغريدات فارغة. هو يعني جملة واحدة صريحة أنه في موقف حرج جدا وفي ورطة وليس لديه حل آخر إلا يعني الاستجابة إلى مطالب هذه الحركة العفوية الاجتماعية البحتة التي نتابع ما قاله لو سمحت. نتابع ما قاله في خطابه الأخير الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أكد أنه يتفهم مطالب المتظاهرين لكنه لن يتنازل لمن يثيرون الشغب والتخريب. نتابع. أفهم مطالب هؤلاء المواطنين، لكنني لن أتنازل لمن يريد التخريب والفوضى. منذ عدة سنوات لم يعتبر المواطن مهما للمشاركة في حوار جماعي، لذلك أقول كفى وسأغير استراتيجيتي. هنا تحديدا اسمحوا لي أن يعني أورد الربط الخارجي، يعني كيف ربطت بعض المصادر ما يجري في فرنسا هذه الاحتجاجات الفرنسية بأجندة خارجية، ولسنا ندري يعني مدى دقة ذلك. مثلا صحيفة برافدا الروسية تقول هذه لعبة أمريكية أم أعمق من ذلك. سمات احتجاجات السترات الصفراء تجمع علامات الثورة الملونة، هناك رمز لون السترات والحفاظ على الحشود فترة طويلة من الزمن لأسباب واهية، رفع أسعار البنزين 2.9 سنت، الاحتجاجات مستمرة في وسط العاصمة، شبان يرتدون أقنعة سوداء يخربون ويهاجمون الشرطة، هناك دعوة لتغيير السلطة، ماكرون يجب أن يرحل. السبب موجود أيضا حسب صحيفة برافدا، تجرأ الرئيس الفرنسي علنية في حضور جميع زملائه في اجتماع في باريس على انتقاد ترامب، وأعلن ضرورة إنشاء جيش أوروبي للحماية من الولايات المتحدة واستعادة السيادة الأوروبية. هذا ما ذكرته قبل قليل، إنشاء جيش أوروبي. هنا أنتقل إلى السيد دكتور حسام شاكر، في أجندة خارجية للحراك في فرنسا أم يعني هذه مبالغة وربما يعني نقلل كثيرا من المطالب الشعبية المحقة اللي يرفعها المواطن الفرنسي العادي؟ هو أي نقاش عن أجندات لنقل أو أدوار خارجية سوف يكون نقاش عن أدوار خفية في الواقع، وهذه لا يمكن إثباتها في نهاية المطاف، تحتاج إلى معلومات وتبقى فرضيات. وأن توافق بعض التحركات هنا أو هنالكم توافق مصالح خارجية أو مقاربات معينة لا يعني بالضرورة أنها موجهة، فهذه معطى أساسي. الأهم أنه ما الذي يجعل أغلبية الفرنسيين الآن وفق بعض المؤشرات المتاحة تتحدث عن تأييد وتفهم لهذه الموجة؟ حتى ممن انتخب ماكرون، يعني نسبة كبيرة جدا 50% تقريبا ممن انتخبوا إيمانويل ماكرون يؤيدون السترات الصفراء. نعم، وهنا نعود إلى صعود ماكرون. ماكرون صعد في لحظة من داخل عملية المؤسسات، من داخل أيضا دوائر نفوذ ومصالح، رأت فيه خيارات بديلا لخيارات عملية عاجزة في السياسة الفرنسية، وقدم وسوق عملية عنه الفارس الذي سوف يحل المشكلات. لكن واضح أن ماكرو عمليا يلقى اهتماما خاصا أو يبدي اهتماما أيضا في المقابل نحو السوق، نحو بعض السياسات ذات الطابع الليبرالي على حساب الالتزامات الاجتماعية. هناك شكوى في هذا الاتجاه، وواضح أيضا أن هناك مطالب معينة ونوع من الشعوب الضغط على الجيب كما قال الزميل من باريس، وهذا بالتالي أوجد البيئة الخصبة لهذا التحركات. وجود موجة من الغضب السريع بهذا الشكل وغدا سوف يكون اختبارا كبيرا، هذا يشير إلى وجود خلفيات، وهذه الخلفيات اليوم تتشكل سريعا في المجتمعات أكثر من أي وقت مضى. الشبكات الاجتماعية هي فرصة لتناقل الغضب الشعبي والجماهيري والحمى الشعبوية من جانب، وأيضا روح الاحتجاج من جانب آخر بشكل سريع جدا، يتيح فرصة التشكل السريع. إذا هناك بيئة خصبة
لهذه الحركة ضمن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل أيضا في فرنسا. وفي تقديري هذا يمثل فرصة من جانب آخر، وهو أنه ربما يوحد الشارع الفرنسي بعيدا عن الاستقطابات ذات الطابع الإثني أو الضواحي ونحو هذا، نحو هم مشترك. هذا ربما الرواية التي قد تكون إيجابية نسبيا في نقاش وطني مختلف عن نزعات تقليدية خيمت عبر السنوات الأخيرة. نحن إذا مشهد في تقديري في فرنسا يراقبه الجميع ساعة بساعة يوما بيوم، إلى أي مدى يمكن أن يتطور؟ يمكن إذا ربما في هو تطور وانتهى، يعني انتقل إلى بلجيكا، وما يجري في بلجيكا أيضا ليس بالسهل، في مواجهات واشتباكات حقيقية في قلب في بروكسل، نحن نتحدث بالعاصمة. بلجيكا لديها ارتباط تلقائي مع الساحة الفرنسية، عندما تتعالى الغيوم في فرنسا تمطر في بلجيكا كما يقال، وهنا نفهم هذا. أيضا بلجيكا هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية موجودة فيها، في بيئة حاضنة بكل تأكيد لمثل هذا، قد تمتد الحالة، لكن هذا مرتبط بسلوك القيادة الفرنسية، الإدارة الفرنسية، محاولة ماكرون لنوع من تدجين الحركة باستدعاء بعض الناس، الدعوة للحوار دون تقديم تنازلات محددة، هذا بكل تأكيد أخفق على ما يبدو حتى الآن. ربما يذهب ماكرون إلى خطوات عملية، لكن هل سوف يقنع هذا الجمهور الفرنسي بأن يتراجع؟ هل سوف يكون ماكرون وبقاؤه في المنصب أيضا محل تساؤل؟ هذه أسئلة الأيام المقبلة، والجميع يراقب المشهد الذي قد يجد له أيضا أصداء في بلدان أوروبية أخرى. نعم. طيب سيد زيد العيسى من لندن، كيف تفهمون هذه الحركة في فرنسا تحديدا، ومن ثم انتقالها إلى بلجيكا المرتبطة ب يعني كثير من الأمور تاريخيا وثقافيا مع فرنسا، وهل يخشى أن تتطور إلى مدن أوروبية بلدان أوروبية أو دول أوروبية مجاورة؟ نقطة البدء سوف أقول أننا يجب بدون بعيدا عن نظرية المؤامرة، ولكن من الواقع ومن التصريحات فإن ترامب كان هدفه الأول هو تفتيت الاتحاد الأوروبي، بحيث أنه في اجتماع الجي 7 صرح تصريحا مهما وقال أن التحدي الأكبر بالنسبة لأمريكا أي التحدي الاقتصادي هو أوروبا أي الاتحاد الأوروبي، وبعدها روسيا، وبعدها الصين. ترامب كان واضح أنه حتى تدخل في اللحظات الأخيرة أي بعد الاتفاق بين تريزا مي والاتحاد الأوروبي الذي سمي باتفاق مي، بتصريح واضح وصريح قال فيه أن هذا الاتفاق يدلل على أن ما كنا ننوي القيام به وهو عقد اتفاقات تبادل تجاري مستقلة عن الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، هذه يبدو أنها لن تنفع ولن يكون في استطاعتنا عمل ذلك. وهدفه في ذلك هو إسقاط هذا الاتفاق، لأن أحد المقاييس الأساسية والمعايير الأساسية التي وضعتها تريزا مي بنفسها لنجاح هذا الاتفاق، والذي يركز كذلك عليه جناح الخروج الحاد، هو قدرة بريطانيا على عقد اتفاقات تبادل تجاري خارج موافقة وخارج إطار الاتحاد الأوروبي التي لا يستطيع عقدها إذا ظل في مسألة الاتحاد الجمركي الذي يمنع هذا. وفعلا شبكة الأمان التي وضعتها تريزا مي داخل هذا الاتفاق والتي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لإبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا تنص أنه في حالة تعثر المفاوضات يجب الذهاب إلى شبكة الأمان وبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي. النقطة المضافة لذلك أن ترامب يعمل وفق طريقته كتاجر وكسمسار، يريد الحصول على المنافع المادية الآنية والسريعة، يعتقد أن ولكن ما دخل هذا في عكس أوباما. ما دخل هذا في التظاهرات التي تحدث الآن بفرنسا؟ يعني أوكي فهمنا ربما أنه لمصلحة ترامب والإدارة الأمريكية الحالية أن يعني العمل بمبدأ فرق تسد، أن يتفكك أو يتعاطى مع الاتحاد الأوروبي دولة كل على حدة مع كل دولة على حدة، ولكن ما دخل هذا بما يجري الآن بفرنسا وانتقاله إلى بلجيكا؟ لا، في الحقيقة هناك ربط من ناحية أن هناك غضب في داخل
أوروبا كلها على النظام الأوروبي، وخصوصا في داخل بلدان مثل فرنسا التي سأمت من حكم ساركوزي وبعدها جاء هولندا، وكلهم أعطوا وعود، وكان هناك وعود إضافية من ماكرون بأنه يختلف وجاء بطريقة مغايرة عن الأسلوب الذي أتى فيه الرؤساء السابقين. وهذا هو مسألة هو أنه هذه الجماهير ترى أن الطريقة والأسلوب الذي يتم التعامل به من داخل الاتحاد الأوروبي وبالتصاق الاتحاد الأوروبي ربما لا تؤدي إلى النتيجة التي تريدها، وهذا سبب الغضب. ولكن دعيني أشير نقطة مهمة جدا، أن الاتحاد الأوروبي لا زال لحد الآن في خطر. هو صحيح عمل إنقاذ نفسه وحماية نفسه بأنه طوال المفاوضات بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي عمل على أن لا تحقق بريطانيا أي مكسب أو أي غنائم من خارج الاتحاد الأوروبي، لأنه دائما يصر أنك لا تستطيع أن تحقق نفس المكاسب وأنت لست عضو كما يحقق على عضو الداخلي لتحقيقها للحفاظ على نفسه. ولكن رأينا في نهاية المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ظهرت صيحات فرنسية بعدم الموافقة، ظهرت صيحات من إسبانيا بعدم الموافقة، وهنا تدخل الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الجبهة الموحدة لأنه يفتخر بأنه حافظ طوال المفاوضات مع بريطانيا ومحاولات تريزا مي لتجاوز المفاوض المشترك أي المفاوض الأوروبي والذهاب إلى رؤساء الدول في محاولة لتحقيق مزايا وامتيازات عن طريق الذهاب إلى رؤساء الدول وتجاوز المفاوض الأوروبي، وهنا فشلت في ذلك فأراد الحفاظ عليها. فهناك تأثيرات داخلية وهناك كذلك تأثيرات خارجية لا يمكن أن نستبعدها، لأن هناك توجه لتفتيت الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي، وهنا نرى أن اسمح لي سيد زيد أنا أعود معك دكتور أيمن من جديد إلى فرنسا وما يجري بفرنسا واليوم ما يجري في بلجيكا. قبل الهواء كنا يعني في دردشة عن هذا الموضوع وتحدثت عن الصعود الشعبوي لليمين واليسار، يعني مش فقط عندما نقول التيار أو الحزب أو الحركة الشعبوية نعني به اليمين المتطرف. نحن نتحدث عن فرنسا، تحدثت عن العلاقة ببلجيكا، وتحدثنا أيضا عن باقي دول أوروبية، مجر وبولندا وإيطاليا والانهيارات اللي صايرة فيها يعني الخلاف الكبير مع فرنسا حول الهجرة مثلا. نعم. هي الحركة الشعبوية هي بدأت فعليا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. صحيح. نتيجة هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي مر بها الأوروبيون بالذات نشأت حركة تصاعدية امتدت إلى مختلف الطبقات الشعبية، سواء كانت في اليمين المتطرف أم في اليسار أم حتى في الوسط تحت عنوان الشعبوية. حتى أن ترامب جاء هو نتاج هذه الحركة الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يطلق عليه الشعبوي الليبرالي. أطلق في العام 2016 عام الشعبوي نتيجة هذه الحركات. مثلا أمس ولكن لا دخل ما يجري باحتجاجات فرنسا بهذه هي إذن بهذا التيار. إذا صح هذا التيار هو ليس تيارا منظما ضمن حركات وأحزاب، هو يطلق عليه شعبوي، أي انطلق من الشعب نتيجة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة، نتيجة التفاوت الاجتماعي الرهيب. الثروة على مستوى العالم تتركز بأيدي 1% من أيدي الناس. لذلك مثلا مثال، ولكن هذه الحركات الشعبوية تطورت وتكتلت ضمن أطر تنظيمية. يعني إذا أردنا أن نعطي بعض الأمثلة، في فرنسا الجبهة الوطنية الفرنسية نافست ماري لوبان، نافست ماكرون على الرئاسة الفرنسية. في ألمانيا البديل لأجل ألمانيا هو لديه النسبة الترتيب الثالث في عدد أصوات النواب. صحيح. في إيطاليا أيضا حركة الخمس نجوم حصدت النسبة الأعلى من بوديموس في إسبانيا إذا تتقدم بشكل حتى المجر وبولندا. نعم، والمجر وبولندا وهي المهيئة. ولكن إذا كان هؤلاء يتحدثون باسم يعني بمطالب المواطنين مواطنيهم، أين المشكلة؟ وفليسموا تيار شعبوي، وين المشكله؟ اذا كانوا اذا كانت مطالبهم نابعه عن حياه الناس. هذه الحركه هي تهاجم المؤسسات التقليديه للدوله، اذا هي بمعنى تهاجم فلسفه وبنيان النظم التي في بلدانها، وهذه خطورتها. جزء من هذه الحركات هو يمين متطرف، حتى ان بعض المسؤولين الاوروبيين يشبهون هذه المرحله بمرحله ما قبل الحرب العالميه الثانيه التي اوصلت موسولي
موسوليني وهتلر إلى سدة الحكم وما نتج عنه من حرب عالمية. طبعا أنا لا أتخيل هذا السيناريو المتشائم إلى الآن، ولكن هي حركات تنقض في الأساس بأسس ما بنيت عليه الديمقراطية الغربية في أوروبا. لكن بهذا المنطق يعني وكأنه ممنوع للفقراء، دعنا نسميهم للفقراء أو للطبقة المتوسطة، أن يعترضوا على السياسات الليبرالية. الليبرالية والعولمة هي ليبرالية متوحشة، هي ليبرالية تأتي لتكتسح هذه الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ليش انتقلت مباشرة إلى بلجيكا برأيك؟ لأن هنا السؤال، بلجيكا هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهي معقل، هي معقل هذا الاتحاد الأوروبي، هي تصنف أنها معقل النخب ومعقل الرأسمالية ومعقل الليبرالية. منها تخرج الليبرالية، هذه الليبرالية المتوحشة، إلى باقي أوروبا. لذلك هم يتجهون إلى القلب، هم يحاولون أن يهاجموا القلب. وإلا إذا كانت فقط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي في بلجيكا، هناك بلدان أخرى أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية أسوأ بكثير، مثل اليونان، مثل إسبانيا، مثل إيطاليا، مثل البجر، مثل السويد. إذن هذه فقط أظن أنها لها رمزيتها لأنها تشكل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهي رمز الليبرالية المتوحشة. نعم، وخرج منها مظاهرات واشتباكات ومشاهد في الواقع يعني سلبية جدا، ولكن من بلجيكا أيضا يخرج أطيب أنواع الشوكولا. شوكولا. نعم. ابقى معنا لو سمحت دكتور أيمن. دكتور حسام وسيد زيد وسيد عارف تبقون معنا، فاصل ثاني وأخير نتابع بعده ندوة الأسبوع. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الأخير من ندوة الأسبوع بعنوان أوروبا مصير الاتحاد. سنركز أكثر على فعلا مصير الاتحاد الأوروبي في هذا القسم، انطلاقا مما يجري في فرنسا وبلجيكا وسابقا في بريطانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سيد عارف مشاكرة، ما مصير هذه المظاهرات غدا في يوم كبير؟ قيل أنه يعني مليونين أو أكثر من مليوني متظاهر محتج لنسميهم على سياسات ماكرون سينزلون إلى الشارع. هل سيبقى على خطابه يعني أنه أنا أتفهم هذا الغضب ولن أتنازل وسنجري حوار مجتمعي أو ما شابه؟ نعم، هو يعني يريد أن يربح الوقت، ويريد يعني كلما اشتدت الأزمة يعني تتلاشى. لكن كل هذه التحليلات وكل هذه يعني فكروا فيه أنه كان العكس تماما، مثل السنة الماضية لم يكونوا ينتظروا أن تكون بتلك القوة أو بذلك الحضور أو بذلك العدد. لكن فقط أريد أن أذكر ضيوف الكرام، خاصة الضيف الكريم من فيينا، يتساءل قبل قليل ويقول أنه كيف ستكون الأيام القادمة. وأعيد وأكرر أن المجتمع الفرنسي لا يعترف بالشعارات الرنانة ولا الخطابات الفارغة أو الكلام الفارغ، هو فقط يعترف يعني قرارات يعني تمشي مع مطالبه. لكي نكون واضحين يعني وضوح الشمس في هذا الأمر، المجتمع الفرنسي أكررها وأقولها بصريح العبارة أنه مجتمع يمشي حسب مصالحه، لا عاطفة ولا شعارات رنانة يعني تتماشى معه. لهذا نقول أنها حسب معرفتنا وكذلك كما رأيناها في كل الانتخابات، كما تكلم كذلك على الطيار يعني اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، هاتهم ورقتان يستعملهم الشعب الفرنسي دائما في يعني الاستحقاقات كبطاقة حمراء للسلطة الفرنسية في الدور الأول، والدور الثاني ينقلب تماما. هم يعني لأكون واضح أن هذه الطيارات هي تعيش في الدور الأول لكن دائما تهزم هزيمة نكراء في الدور الثاني، وهذه معروفة وأصبحت
مفهومة دائما، ليست مرة واحدة أو اثنين أو استحقاقات واحدة أو اثنين، دائما يستعملها كورقة حمراء، لأنه المجتمع الفرنسي أعيد وأكررها أنه ليس كالمجتمعات العربية يعني تستطيع أن نسوقها بالعاطفة أو خطابات. طيب. وفي تجربة مع المجتمع الفرنسي، عند المجتمع الفرنسي في تجربة عامة 68 أيام شارل دوغول، يعني وصار في استفتاء يوم، صار في مطالب شعبية طبعا تشبه ربما ببعض الشيء ما يجري حاليا، ويومها قال ديغول يعني بصريح العبارة نجري استفتاء، إذا يعني قلتم لا أنا سأستقيل، هذا ما حصل، يعني علما أنه الاستفتاء كان 51 أو 52% وقتها فقط واستقال ديغول. هل في وجه تشابه اليوم بين ما يجري اليوم وما جرى الآن؟ لا ليس، لأنه الجيل اختلف وكذلك روح العصر الآن هي تختلف تماما. الآن نعرف أن الإعلام لا يسيطر على أذهان المجتمع الدولي، خاصة في الآونة الأخيرة أصبح الإعلام البديل، وأصبح كل يعني خاصة المجتمع الأوروبي غير مستهلك مما يحصل، ويلجأ إلى يعني الاجتهاد وكذلك ليقارن بين وبين، لهذا ويرجع القرار يعني قراره يكون صعب جدا اتخاذه. هذه الآن يعني الآن المجتمعات الأوروبية وخاصة الفرنسي هو صعب جدا للتعامل معه، معروفة خاصة في يعني كما أقول وأعيدها في يعني يعني حقوقه الاجتماعية أو مطالبه الاجتماعية. نعم. دكتور حسام، في البداية تحدثنا عن نظرية الدومينو واستبعدتها حضرتك، والبعض فعلا يستبعدها، ولكن أيضا هناك خلافات كبيرة جدا بين دول الاتحاد الأوروبي من كل النواحي، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى ثقافيا وبالطبع لغويا. يعني بموضوع الهجرة، لنأخذ موضوع الهجرة وهي من أبرز التحديات أمام الاتحاد الأوروبي، يعني ألن يكون موضوع الهجرة عاملا ربما يؤدي بشكل أو بآخر إلى نوع من التفكك أو التباعد لنقل بين دول الاتحاد؟ نعم، هو سؤال مهم، لكن اسمحي لي ابتداء أن أستدرك بشأن ما ذكره الزميل في الاستوديو فيما يتعلق بالوصف الشعبوي ونحوه. أنا في تقديري من المهم عدم خلط وصف الشعبي مع الشعبوي أو الجماهيري مع الشعبوي. الحراك الذي يقوم به متظاهرون محتجون عندهم مطالب عامة عند الجماهير عند فئاتنا الشعب يبقى حراكا مشروعا ضمن مفاهيم المجتمع الديمقراطي المفتوح، وهذا يوصف بأنه شعبي بوبولير لنقول، بينما الشعبوية هي البوبوليزم هي طبعا الحالة التي تحاول تستثير الجماهير بطرق بدائية، تستثير غرائزها ربما بخطاب ساذج إلى حد كبير، وغالبا ما يكون هذا على أقصى الساحة السياسية. وبالتالي من الصعب دمغ ما يجري في الحراك الجماهيري بوصف الشعبوية بهذا الشكل. لكن نعود هنا إلى مفهوم التحدي المتعلق بالمهاجرين. المهاجرون في الواقع أو اللاجئون هو ملف ضاغط على الاتحاد الأوروبي على صناعة القرار، لأنه عمليا واضح تماما أن أوروبا عاجزة على الاتفاق على هذا الملف. لا توجد هناك سياسة متفق عليها سوى عمليا إبعاد اللاجئين قدر الإمكان عن أوروبا، وهذه مسألة مكلفة بأرواحهم وغير ممكنة في واقع التطبيق سوى بحلول صعبة للغاية، ربما تؤدي إلى تدابير قاسية، إنشاء معسكرات ربما في بعض دول شمال أفريقيا، باستثناء ألمانيا. يعني ألمانيا متميزة بموقفها فيما يتعلق بالهجرة، بالعكس هي تحاول إقناع الدول الأوروبية الأخرى يعني استيعاب ملف الهجرة. لأن ألمانيا ربما احتملت الفتوى الأوسع نسبيا، لكن ألمانيا ذاتها عندها استحقاق داخلي، عندها أزمة سياسية داخلية في هذا الملف. اليوم ميركل مستقبلها السياسي الآن يمضي إلى أفول بسبب سياسات متعلقة باللاجئين. وفي تقدير أن ألمانيا عمليا ما فعلته هي تعاملت مع أمر واقع، كان الناس يختنقون بالشاحنات ويرقون في البحر قرب السواحل الأوروبية، ما كان هناك من خيار بديل هي التي تقود القاطرة الأوروبية أو الركب الأوروبي. نحن إزاء مشكلة اليوم أنه لا يوجد اتفاق بين قارة أوروبا في موضوع اللاجئين اتفاق حقيقي، هناك نوع من محاولة تصدير الأزمة إلى دول العبور، وهناك سوف يختنق اللاجئون بشكل أو بآخر،
ودول العبور بطبيعة الحال هي أيضا دول منبع للمهاجرين. نعم. نحن إذا نوع من تزجية الوقت، تمضية الوقت، لكن أخفقت جملة من الحلول في موضوع اللاجئين والهجرة، وهذا يعود في الواقع لنفس الأزمة البنيوية في الاتحاد الأوروبي، أنه قائم على اجتماع إرادات دول. هذه الدول تحتكم إلى سياسات في بعضها شعبوية، في بعضها شعبوية بمعنى الكلمة، خاصة إذا ما تعلق الأمر باللاجئين. نعم. المكون وربما هذا الخوف دكتور يأتي من تغيير ديموغرافي على الأرض. يعني في بعض الإحصائيات اللي تقول أنه بين سنة وأخرى السنة الماضية وهذه السنة زاد عدد سكان الاتحاد الأوروبي 1 مليون أو أكثر، لأكون دقيقة، عدد سكان الاتحاد الأوروبي نحو 513 مليون نسمة مقارنة ب 511 مليون نسمة العام الماضي. في من ضمنهم 1,100,000 نسمة هم صافي عدد المهاجرين للعام الماضي. يعني في تغيير ديموغرافي على الأرض. هذا التغيير يفترض أن يكون إيجابيا بالمعايير المادية المباشرة، بمعايير الرفاه الاجتماعي. هؤلاء يمثلوا طاقة عمل. أوروبا كسبت نزيف أدمغة وخبرات ومهنيين بأعداد هائلة. أوروبا تحتاج إلى مهاجرين في الواقع. لا توجد هناك أمم تنضح في الواقع. هناك أيضا نقاش غائب عن طبيعة السياسات المتسببة. مثلا نبتعد عن العالم العربي، نذهب لأفريقيا. هناك مسؤوليات في بعض السياسات الأوروبية بشكل غير مباشر على الأقل في أن تكون طاردة للسكان من هناك. سياسات اقتصادية، سياسات دعم المزارعين في أوروبا، وأيضا عملية أخذ موارد من تلك الدول دون ربما إيجاد خيارات بديلة تثبت الناس في بلدانها. طيب. هناك نقاش في ملف اللاجئين، لكن في تقديري يختزل كثيرا في النقاش الأوروبي لأسباب شعبوية. طيب، وهذا النقاش أو جزء من هذا الخوف هل يعود أيضا يعني بجزء منه إلى الإسلاموفوبيا؟ يعني نعود إلى الكلام عن الإسلاموفوبيا. الدول الأوروبية التي ترفض سياسة الهجرة والمهاجرين، هل بسبب الإسلاموفوبيا أم هناك أسباب أخرى؟ بإيجاز لو سمحت. الإسلاموفوبيا لا يمكن تبريرها كسلوك بشكل أو بآخر. هناك ربما محاولة الاستفادة من بعض المؤشرات، بعض الوقائع، لكن الإسلاموفوبيا تعبير عن موجة عنصرية، موجة خوف، موجة تفرقة تتذرع بوقائع هنا وهنالك، لكن لا يلتفت ربما لجوانب أخرى واقعية يصديها بعض اللاجئين المهاجرين رغم كل الملاحظات. الإسلاموفوبيا تعبير عن منحى من التشنج والافتقار للعقلانية الذي له تعبيرات في الماضي والحاضر باتجاهات متعددة. نعم. طيب سيد زيد العيسى في لندن، بعد كل هذه التطورات بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى ما تشهده بعض البلدان الأوروبية تحديدا فرنسا وبلجيكا، إلى أين يذهب الاتحاد الأوروبي برأيك؟ يعني على الأقل في الخمس سنوات المقبلة. في الحقيقة هناك صعوبة في تقديم مثل هذه الرؤية بعد خمس سنوات، ولكن الاتحاد الأوروبي يجب أن نعترف بأنه يمر خلال صعوبات جمة، وهذه الصعوبات تعتبر تحديات أساسية بالنسبة لوجوده. هناك صيحات تتعالى في كل مكان بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم نفس ما وعد به للشعوب، أي أن الشعوب لا ترى أنها فعلا حققت الرفاهية والتطور من خلاله. وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية في بروز أفكار الخروج من الاتحاد الأوروبي. صحيح هناك أسباب تتعلق بالهجرة، وهذا ما تشير إليه تريزا مي بأننا سوف نحافظ على حدودنا ونتحكم بحدودنا، وهناك أسباب تتعلق بالاستقلال وهذا ما تقوله سوف نتحكم بأموالنا وكذلك نتحكم بقضائنا وسوف يكون الوضع الاقتصادي أفضل. هناك رؤية في داخل الاتحاد الأوروبي بأن هذه الدول لو مشت لوحدها أو رجعت إلى استقلاليتها فسوف تسيطر على اقتصادها بصورة أفضل وسوف تكون تابعة لإرادة الناخب، أي من ينتخبها، ويكون التغيير يأتي من الشعب وليس من مؤسسات أوروبية هي أصلا غير منتخبة. تصرف أموال كثيرة في مجال البيروقراطية وفي مجال إعطاء وعود، وقد سأم الناس من هذه الوعود التي لا تنفذ. يريدون تنفيذ المشاريع على الأرض، وهذا ما تعد به تريزا مي الناخب بأننا سوف نتفرغ، وهذا ما تقوله. دعونا نمضي إلى الأمام في الاتفاق الذي أبرمته، وهي لا توضع خيارات
خيار آخر غير الخروج الحاد حتى نستطيع أن نتفرغ للإعمار وللاقتصاد ونتحكم بكل شؤوننا. هذا ما تنظر إليه بقية الشعوب الأوروبية وهي ترى هل تنجح التجربة. ولذلك هناك مخاوف حقيقية في داخل الاتحاد الأوروبي لو أن إنجلترا خرجت باتفاق حاد، وهذا مخيف ومرعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وصحيح أن يونكا يقول أن هذا هو الاتفاق أفضل اتفاق ولا يوجد اتفاق غيره، ولكن في رأيي أن الاتحاد الأوروبي يفضل أن يرجع حتى لو دفع دفعا إلى التفاوض لتجنب خروج حاد من بريطانيا، لأنه هذه سوف تكون سابقة خطيرة ومفزعة بالنسبة لبقية دول الاتحاد الأوروبي التي ترتبط ارتباط عضوي ببعضها، خصوصا أنها بقت مرتبطة لمدة 40 سنة. ومسألة الانفصال هي أصعب من مسألة الاندماج، ولهذا صحيح في مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة لبقية دوله أن هذا الانفصال سوف يكون معقدا وليس سيكون مسألة نزهة، والدول التي تخرج من الاتحاد الأوروبي سوف تخسر، وهو الاتحاد الأوروبي يتمنى، وهذا ما قاله دونالد توسك اليوم، سوف يكون الخيار بين الخروج الحاد أو البقاء، أي أن بريطانيا سوف ترجع للاتحاد الأوروبي وسوف تطلب من خلال استفتاء يصوت عليه الشعب البريطاني بأنها كانت تجربة فاشلة ولا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن الامتيازات والمكاسب سوف تحصل على كل فيها هي أيام قليلة تصلنا الاتحاد الأوروبي وهي أفضل عن القرار الأخير مما لو كانت خارجه. نعم، قبل أعياد الميلاد ستتضح الصورة أكثر يعني خصوص خروج بريطانيا وإذا كان مجلس العموم سيصوت مع أو ضد هذا الخروج. دكتور أيمن، ذكر قبل قليل ضيفي من لندن سيد زايد عيسى أن هذه الدول الأوروبية مرتبطة ارتباطا عضويا ببعضها وأن مسألة الانفصال أصعب من الاندماج، هل توافق ذلك؟ وهنا فقط اسمح لي أن أمرر ما قاله الرئيس ماكرون، يقول بالحرف يجب أن لا يستمر السماح لرئيسي وزراء المجر وبولندا بسرقة جيوب شركائهم الأوروبيين الأكثر ثراء بينما هم في الوقت نفسه يدهسون قيم الاتحاد الأوروبي بأقدامهم. يعني مش كل الدول الأوروبية عندها نفس القيم. كيف تكون مرتبطة وارتبطت يعني لمدى 40 سنة؟ رئيس المجلس الأوروبي توسك لديه تصريح خطير جدا ومهم جدا. يقول أخشى أن خروج بريطانيا هو ليس فقط بداية انهيار الاتحاد الأوروبي بل بداية انهيار الحضارة الغربية، وهذا رئيس المجلس الأوروبي. ما أقوله أنا أنه طبعا هناك قواسم مشتركة لهذا الاتحاد ولكن هي قواسم سياسية واقتصادية. اقتصادية ربما أكثر. نعم، وبدأت هي ضمن السوق الأوروبي المشترك. إحصائية حديثة بهذه الفترة الأخيرة، الأوروبيون 31% منهم يثقون بالاتحاد و29% لا يثقون بهذا الاتحاد و40% يعني نعم 40% و40% هم محايدون. هؤلاء المحايدين من المؤكد انهم نتيجه اوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه قد يتجهون مع تصاعد هذه الحركات والبروباغندا الاعلاميه قد يصبح جزء من هؤلاء المحايدين جزء من هؤلاء الذين لا يثقون بالاتحاد الاوروبي. اذا ذهبنا الى المانيا وهي راس الحربه في هذا الاتحاد الاوروبي، أيضا استطلاع الرأي يظهر أن ثلثي الشعب الألماني يعتقدون أن كلفة الاندماج في هذا الاتحاد الأوروبي أكبر بالكثير من عوائده وفوائده. لأنه ألمانيا هي التي لماذا؟ تدفع أكثر. هم يقولون الألمان أن دافعي الضرائب المواطنين الألمان يتحملون العبء الأكبر للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدول الأوروبية الأخرى وتأتي على رأسها اليونان. وهذا ما حصل وهذا شعور لديهم، مصطلح أنهم يتحملون الكسالى الأوروبيين. هم يعتقدون أن هذه الدول التي تمر بهذه الأزمات هم كسالى يعتمدون على غيرهم. أيضا أوروبا تحمل في طياتها بذور التفكك. إذا قمنا بتشريح البنيان والهيكل الأوروبي نجد أن جزء من أوروبا الشمالي والغربي هو غني ومتطور، الجزء الجنوبي هو متعثر اقتصاديا ومفلس
متخلص ماليا. الجزء الشرقي في المعايير الأوروبية هو متخلف. أيضا هناك اختلاف في اللغة، اختلاف في الدين، وهناك صراعات دينية كانت تاريخية ومذابح تاريخية مشهورة، الإثنيات المنتشرة في أوروبا. إذن التناقضات داخل المجتمع الأوروبي أكثر من المشتركات. وأقول قد تؤثر، سيغضب منك سامويل هانتينغتون. نعم سامويل، نعم. لأنه يقول أن الأوروبيون كلهم أو الغرب في حضارة اسمها حضارة غربية، نعم، متفقة تقريبا ثقافيا لكنه تراجع هذه المقولة في عام 1991 صدام الحضارات. نعم. واعتبر أن الحضارة الغربية هي الحضارة المتماسكة والتي ستسيطر. نعم. وتهاجم جميع الحضارات. تراجع في مقالة أخرى في بداية القرن، نعم، في بداية القرن 21، وقال لا، أن الحضارة الغربية تحمل في بذورها طيات التفكك، في طياتها التفكك، بذور التفكك. أنا أشكرك جزيلا دكتور أيمن عمر، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، على كل هذه التفاصيل والمعلومات بالأرقام. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأكارم، دكتور حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية من فيينا، السيد زيد العيسى الكاتب السياسي من لندن، والسيد عارف مشاكر الكاتب السياسي من باريس، كنتم معنا عبر الإنترنت. أشكر لكم متابعتكم مشاهدينا، وشكرا لزاهر أبو حمدي منتج ندوة الأسبوع، وحسن راضي المخرج. إلى اللقاء.